السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعامل مع الكونتكست اي بي اي. سنقوم بإنشاء كونتكست يقوم بمعالجة لنا الاوثنتيكيشن بروسيس في هذا او الاوثنتيكيشن لوجيك في هذا البروجكت. إذا سنأتي على مجلد الليب سنقوم بإنشاء فولدر جديد نسميه كونتكست. هنا سيكون لدينا فولدر الاوث، إذا أي شيء متعلق بالاوثنتيكيشن سيكون في هذا الفولدر. وهنا سنقوم بإنشاء اوث كونتكست .tsx. إذا هنا سنقوم بإنشاء context جديد، هذا context سنسميه بالauth text، وسنستخدم create context. طبعا نقوم بعمل deactivate copilot. إذا لدينا create context، طبعا نقوم بعمل import من react. إذا by default سيكون لدينا undefined، وطبعا نحن نستخدم TypeScript. إذا هنا سنقوم بتحديد ما هي الأشياء التي ستكون موجودة في هذا الكونتكست. إذا سنعطيه اسم مثلا auth context props. طبعا عندما يكون type المستحسن أننا نكتب أول حرف capital. إذا نأتي هنا نقوم بعمل export type auth context props. إذا هنا ستكون لدينا session. session هذه أيضا ستكون لدينا type session التي توفرها التي توفرها لنا السوبرفايز كلاينت. سنقوم بعمل import لها، نعمل هنا quick fix ونعمل import للsession type من السوبرفايز كلاينت. أيضا سيكون لدينا user، أيضا سيكون إما لدينا قيمة، يعني لدينا user، لدينا معلومات اليوزر. طبعا كل هذه الأشياء توفر لنا السوبرفايز، أو سيكون لدينا null في مثلا حال كان غير authenticated. نفس الشيء نقوم بعمل quick start ونعمل import لها من السوبرفايز client. ستكون لدينا function تسميها sign in. إذا هذه ستستقبل options، طبعا سنقوم بتعريف type الخاص بالoptions. وهذه ستقوم بإرجاع لنا أيضا type سنسميه بالsign in response. سنقوم بتحديد كيف سيكون response الخاص بنا، إذا response. ونفس الشيء سيكون لدينا sign out أو log out سميها ما شئت. ستكون function لا تستقبل أي parameter وترجع لنا sign out response. وأيضا لدينا هنا الـ options، هذه ستكون الـ type الخاص بها، إذا sign in options. لو نعود هنا على المثال الذي هو قام بعمله، نلاحظ هنا في الـ sign in هو يستخدم الإيميل. طبعا هنا في السوبرفايز كما قلنا هي توفر لنا أكثر من شكل، فلم نعمل copy لهذا اللينك نفتحه هنا، أو توفر العديد من البروفايدرز التي يمكن أن نقوم باستخدامها. لو نأتي هنا على الريفرنس، نأتي هنا على جزئية الأوث، نأتي هنا على الساين إن، لاحظ لدينا ساين إن with email، ساين إن with magic link. طبعا نحن نريد أن نستخدم هذه الإيميل، هنا نستخدم الإيميل والباسورد. لدينا هنا الثيرد بارتي بروفايدرز، لدينا مثلا جيت هاب، لدينا هنا الفون، لدينا يعني العديد الأشياء. فنحن نريد أن نقوم بإنشاء function، هذه function في المستقبل لو أردنا أن نضيف أي method من هذه الميثود أو من هذه providers مثلا الموجودة هنا، سيمكننا عمل ذلك بكل بساطة بدون حاجة إلى أن نقوم بعمل كثير من الريفاكتور في الكود. إذن هنا سنقوم ب export type، أو لسنا بحاجة لعمل export، فقط سنقوم بتعريفه لأننا سنقوم باستخدامه هنا فقط في هذا الفايل لا غير. إذا لدينا هنا assign in options، هذه ستكون لدينا email ونريدها أن تكون optional، يعني يمكن أن يقوم بإدخالها أو يمكن أن لا يقوم بإدخالها. إذا لدينا هنا email سيكون عبارة عن string، وسيكون لدينا provider أيضا سيكون optional، يعني يمكن اليوزر هنا أن يستخدم الإيميل أو يمكن أن يستخدم البروفايدر عفوا. بهذه الطريقة، طبعا
طبعا التايب الخاص بها سيكون provider، سنحصل عليه من السوبربيس ايضا. اذا بهذه الطريقه الفانكشن الخاصه بنا هنا الساينين، نحن حاليا سنعتمد فقط على الايميل او على الماجيك لينك، لكن لو شخص اخر اراد ان يقوم باضافه البروفايدر سيحتاج ان يستخدم نفس الفانكشنز، ليس بحاجه الى استخدام او ليس بحاجه الى انشاء فانكشن تقوم بمعالجه الساينين عن طريق البروفايدرز. اذا الان سيكون لدينا التايب sign in response. طبعا هذه الاشياء تقوم بارجاع لنا السوبابيس، هنا السوبابيس ستقوم بارجاع لنا السيشن، يعني عندما يتم تسجيل دخول هذه الاشياء التي سيتم ارجاعها لنا ستكون لدينا السيشن او سيكون لدينا null في حال فشل الدخول. ايضا سيكون لدينا user، سيكون اما user او null، ايضا فشل في حالة الدخول اليوزر سيكون null. ايضا سيكون لدينا البروفايدر، السوبابيس ايضا ستقوم بارجاع لنا نوع البروفايدر، هل قام بالدخول عن طريق الايميل، عن طريق جيت هاب، جوجل، فيسبوك وهكذا. التايب الخاص به سيكون بروفايدر التي توفرها لنا السوبابيس كلاينت، وسيكون لدينا اليورل، اليورل هذا اظن في حال الريدايركس سيكون لدينا هنا هذا اليورل، ايضا سيكون اوبشنال وسيكون عبارة عن سترينج، واخيرا لدينا الايرور. طبعا نحن عندما نريد ان نقوم بعمل لوجن فممكن هذا اللوجن ما ينجح، فاكيد سيكون لدينا ايرور، نريد ان نحصل على الايرور، هذا الايرور التايب الخاص به ايضا هو عباره عن اي بي اي ايرور توفره لنا السوبابيس، او يمكن ان يكون نل في حال كان الدخول ناجح او سكسسفول. ايضا نعمل تايب للساين اب او للساين اوت ريسبونس، أتي كل الذي ستقوم بإرجاعه لنا هو الايرور، وهو من نوع API error أو سيكون لدينا null. طبعا العمليات هنا في الساين ان والساين اوت هي asynchronous، يعني لدينا هنا promises، وبالتالي هنا سيتم إرجاع لنا promise في البداية promise، والpromise هذا هو التايب الخاص بها، ونفس الشيء هنا سيكون لدينا promise، هذا هو type الخاص به. هنا أيضا نحتاج أن نقوم بعمل undefined، إذا إما أن تكون لدينا هذه المعلومات أو يمكن أن يكون لدينا undefined. إذا هذا الشطر الأول من الAuth Context، نلتقي في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.